احنا بنحب نربط المواضيع ببعضها، وكنا كلمنا قبل كده على استخدام الإيديتا واضافتها لإدارة الفول في التسوية في الموعد، وانه الناس اللي هم بيعملوا كده بيعملوا عشان خاطر الفول يستوي بسرعة، يوفر في الوقت ويوفر في الطاقة. وكلمنا على مدى خطورة اضافة الإيديتا لإدارة الفول، وانه له عيوب كتير وله اعراض جانبية ممكن توصل لحد التسمم بالنسبة للناس اذا ما اضافش بالقيم المقننة وبكميات محدودة جدا. في نفس الوقت احنا مش هنقول بقى مادة الإيديتا دي مادة وحشة ما نستخدمهاش، لا، هي لها استخدامات عديدة، بس مش في الاضافة في الاكل. يعني هي ممكن ان الإيديتا بتستخدم في المعامل للحفاظ على عينات الدم ان هي ما تتجمدش، ولها استخدامات تانية اتكلمنا في الموضوع بالتفصيل قبل كده. نفس الكلام احنا هنقوله على البوركس، واحنا اتكلمنا على انه البوركس بيضاف للمش وبيضاف للملوحة وبيضاف لأكلات عديدة عشان يحافظ عليها من الفساد، وقلنا قد ايه ان هذا الكلام كلام ضار. لكن في نفس الوقت البوركس ما هوش مادة وحشة على الإطلاق. نبعد عن الأغذية ونلاقي ان هو بيستخدم استخدامات صناعية عديدة، ومن أبرزها الاستخدامات المنزلية في النظافة، في تسليك الأحواض، في تلميع الأحواض، في القضاء على النمل والصراصير. احنا النهاردة برضو بنتكلم عشان نبقى رابطين المواضيع ببعضها عن الأمونيا. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت بالتفصيل عن الأمونيا واستخدامها في صبغات الشعر وأضرار هذا الكلام بالتفصيل، مش هنعيده تاني. ولكن احنا بنذكر هذا الكلام ليه؟ لأن مادة الأمونيا ما هياش حاجة وحشة على الإطلاق، بل بالعكس لها استخدامات صناعية عظيمة جدا. وهو كده احنا بنربط مواضيع ببعضها، مش شرط كل حاجة تستخدم في الأغذية اللي هي تكون ضارة تكون ملهاش استخدامات تانية، ممكن يكون لها استخدامات صناعية. وفي نفس الوقت الأمونيا زي ما بنقول ان هي زي ما هي ضارة في استخدامها في صبغات الشعر، هي مفيدة في حاجة تانية. ايه بقى اللي بتفيد فيه الأمونيا في حاجة تانية؟ هنا في مقالة لوحدة أبحاث الطاقة عنوانها الأمونيا الخضراء، العصا السحرية في تحول الطاقة. إيه بقى هذا الموضوع؟ بتظهر الأمونيا الخضراء، بيسموها أمونيا خضراء، عايزين نفهم إيه هذا الموضوع. خيارا آخر قد يصبح أكثر أهمية من الهيدروجين الأخضر، وكان في كلام في الفترات اللي فاتت على موضوع الهيدروجين الأخضر الذي ينظر إليه بوصفه الوقود النظيف الأمثل في تحول الطاقة من الوقود الأحفوري اللي هو زي البترول يعني إلى المصادر المتجددة، إذ يبحث العالم عن الطريق الأسرع للوصول على الحياد الكربوني. والأمونيا في حد ذاتها ليست جديدة على العالم، استنتج بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم لاستعمالها في الأسمدة الزراعية، لها أهمية كبيرة جدا. ولكن عملية إنتاجها بتعتمد على الغاز الطبيعي أو أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مما جعلها تسهم بحوالي 1.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. إلا أنه انتشار الطاقة الشمسية والرياح في الأونة الأخيرة وعدم القدرة على تخزين الكهرباء في الأوقات التي لا يحتاجها الناس فتح المجال أمام استعمال هذه الطاقة المتجددة، وقت عدم الحاجة إليها بإنتاج الأمونيا الخضراء. وفي الحقيقة إنه عملية استخدام الأمونيا في هذا الموضوع بتقلل انبعاثاتها من جهة، وبتدعم عملية خفض الانبعاثات الكربونية عالميا من ناحية أخرى، لأنه احنا عارفين الوقود الاحفوري او البترولي فيه كربون، الانبعاثات الكربونيه اللي منه بتكون ضاره، فهنا الامونيا هتحمينا من هذا الموضوع. الحقيقه ان الامونيا هي غاز ورائحه قويه بيستعمل على نطاق واسع في صناعه الاسمده الزراعيه، وفضلا عن الزراعه بتستعمل الامونيا في المستحضرات الطبيه والنسيج والصناعات المعدنيه والمنظفات المنزليه والمبيدات الحشريه وغيرها. طيب ازاي بتصنع الامونيا؟ باختصار خالص، الامونيا عباره عن مركب يتكون من ذره نيتروجين واحده حوالي 82% وثلاث ذرات هيدروجين 18% ورمزها الكيميائي NH3. انواع الامونيا، بيوجد عده انواع من الامونيا حسب طريقه تصنيعها، مثل الامونيا الرماديه والامونيا الزرقاء والامونيا الفيروزيه والامونيا الخضراء. موضوع غريب ان الامونيا في منها انواع، احنا عمرنا ما سمعنا عن هذا الكلام، هنتكلم عنهم واحدة واحدة. أول حاجة الأمونيا الرمادية، تاريخيا وحتى الآن في الغالب بتنتج الأمونيا بطرق من شأنها إطلاق انبعاثات كربونية. بشكل تفصيلي بتشهد عملية إنتاج الأمونيا تفاعل غاز الميثان مع البخار لإنتاج الهيدروجين
الذي يتفاعل مع النيتروجين لصناعة الأمونيا، وهنا تسمى بالأمونيا الرمادية أو التقليدية. هذه العملية بتنتج حوالي 1.8% من انبعاثات الكربون عالميا، ويأتي ذلك مع حقيقة أن الأمونيا الرمادية بتنتج في الغالب من الغاز الطبيعي وتستعمل سمادا للزراعة وكذلك في العمليات الصناعية المختلفة. في نوع تاني من الأمونيا اسمه الأمونيا الزرقاء. هناك الأمونيا الزرقاء التي تنتج بطريقة إنتاج الأمونيا الرمادية نفسها، تنتج بنفس طريقة الأمونيا الرمادية لكنها بتستعمل تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. لذلك بينظر الأمونيا الزرقاء على أنها منخفضة الكربون قدر الإمكان، عايزين نخفض الكربون لأن تأثيرها في المناخ بيكون أقل مقارنة بالأمونيا الرمادية. وفي سبتمبر 2020 أرسلت أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم من السعودية إلى اليابان، إذ استعملت لتوليد الكهرباء. وفي عام 2022 صدرت السعودية أول شحنة تجارية من الأمونيا الزرقاء المعتمدة في العالم إلى كوريا الجنوبية. نتكلم بعد كده على نوع اسمه الأمونيا الفيروزية، وبتفكر الصناعة أيضا في الأمونيا الفيروزية، هي نسخة كده ما بين الأخضر والأزرق. استعمل هذه العملية التحلل الحراري لتحويل الميثان إلى كربون نقي وهيدروجين، والذي يتفاعل مع النيتروجين لإنتاج الأمونيا، مثل مشروع شركة مونوليف في نبراسكا الأمريكية. وأمام ذلك بتعد أفضل عملية إنتاج الأمونيا خالية من الكربون، إنتاجها من الهيدروجين الأخضر والناتج عن التحليل الكهربائي للماء باستعمال الكهرباء المتجددة. وهي بقى دي الجزئية المهمة في الأمونيا الخضراء. الأمونيا الخضراء بتنتج الأمونيا الخضراء عن طريق تفاعل الهيدروجين، وهم هي أفضلهم نتيجة تفاعل الهيدروجين والنيتروجين معا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عالي، وينتج عن عملية تصنيع الأمونيا الخضراء الماء والنيتروجين منتجات ثانوية فقط. وتعرف العملية سلفة الذكر بعملية هابر بوش، وهي الطريقة الرئيسية في إنتاج الأمونيا الخضراء. استعتمد على الهيدروجين الأخضر أو المصنع عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ونكمل المرة الجاية.